Good afternoon, ladies and gentlemen. I'd like to welcome you to this recorded session, a very brief one, which focuses on the explanation of the assignment. Therefore, for explanatory reasons, I'm going to do this in Arabic. هذا الملف يحتوي على شرح لوظيفة مادة مقرر دراسات إدارية باللغة الإنجليزية للفصل S20. مثل ما بعثت لكم اياها موجودة على المودل. هلأ رح قوم بشرح ملف الوظيفة خطوة بخطوة، بالإضافة على التعليق على سلم العلامات وكيفية استحقاق العلامة، وطبعا بعض الإرشادات لهدف تحصيل الكم الأكبر من العلامات. بداية الوظيفة هي مثل ما حكينا نحن بالجلسة الأولى، عبارة عن وظيفة تختبر التفكير التحليلي والمنطقي لدى الطلاب، المحاكمة العقلية المنطقية، ولا تهتم خليني أقول بالنتيجة اللي توصلتوا لها. نحن بغض النظر عن النتيجة اللي توصلتوها، أنا مركز على الجانب التحليلي، كونه هذا الشيء نحن محاكاة للواقع العملي اللي مترك للأعمال، اختيار الحل المناسب بالنسبة لهم، ما قد يناسب شركتنا قد لا يناسب شركة أخرى. فالحلول موجودة قدامنا، نحن رح نتناولها واحدة بواحدة. خليني هلا انطلق للملف. مثل ما شايفين الوظيفة في عليها 25 علامة من أصل 100، طبعا بتعرفوا هالشي. للتأهيل للامتحان على الطالب أن يحصل على الأقل 40 علامة من أصل 100. هاي إن شاء الله أنا بضمن لكم إياها، يعني ما في حدا رح يمنع أو يحرم من التقدم للامتحان، ما في مجموعة يعني بغض النظر عن اللي كاتبينه. بس يا ريت إذا في حدا حس إنه بعد هالشرح في عندهم مثلا بعض النقاط الغامضة، حتى ما يكتبوا شيء ويكون مخالف للتوقعات أو للمطلوب، ما في مانع يستفسروا مني عن طريق الإيميل، يبعثوا لي إنه نحن في مثلا صار في اختلاف وجهات نظر، عم نفكر نحن نكتب عن هالشيء، هل هذا الشيء هو شيء مطلوب أم لا، حتى يعني ما يكون بعد التعب على الوظيفة الطالب يحصل على علامات متدنية. فمثل ما شايفين قدامكم، طبعا احنا تم اعلان الوظيفة ب23/2. تاريخ تقدم بالوظيفة او تسليم الوظيفة هو 28/2. هذا يعني ان في معكم وقت اكثر من كافي إن شاء الله. Question 5، نمط الوظيفة، سؤال الوظيفة هو Practical and Analytical Thinking. طيب نيجي هلا للهدف من هذه الوظيفة. طبعا الهدف هو اختبار قدرات أو مهارات الطلاب التحليلية الإدارية، التحليلية الإدارية فيما يخص المواضيع أو القضايا التي نناقشها في هذا المقرر، بالإضافة إلى المعرفة الإدارية التي تكون مطلوبة من الطلاب ضمن دراساتهم. وهذا الشيء طبعا رح ينعكس في الطلاب مجموعين بهذا المقرر، ويعطى للطلاب من كافة الاختصاصات الإدارية، سواء كان إدارة أعمال، تسويق أو مالية. ففي بتلاحظوا في عنا تكامل رح يكون بالمجموعات من حيث الطلاب توزيعهم، وبالتالي هذا الشيء يزيد المستثمر بشكل مناسب. بالنسبة للمخرجات التعليمية، المخرجات التعليمية لهذه الوظيفة هي كالتالي:
عند الانتهاء من هذه الوظيفة يجب أن يكون الطالب قد حصل أو تمكن من فهم وتحليل المشكلة أو المسألة الموجودة في مكان العمل، المسألة المطروحة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار عدد من الخيارات في عملية اتخاذ القرار وبناء الاستراتيجية. النقطة الثالثة تبرير أو تعليل الاختيارات التي تم التوصل إليها والتي بموجبها تم اتخاذ القرار النهائي. والنقطة الرابعة، المخرج التعليمي الرابع، تقديم النتائج بشكل احترافي مهني، بشكل احترافي ومهني. بس ملاحظة عن الهامش، بعدوا لي عن الصور، يعني أنا بدي تقرير يكون تقرير احترافي، ما في داعي نحط فيه صور ناس يشتغلوا بالمانجمنت، صور مكتب وموظفين جوا، شغلات هي يعني ما بتقدم ولا بتأخر من أو فيما يخص قيمة العمل اللي أنتم عم تقدموه، يعني سواء كانت رسوم كاريكاتيرية أو صور حقيقية أو رموز معينة، ما بتهم. إذا حابين أنتم تعملوا جداول ورسوم بيانية توضيحية لا يمنع، ما مطلوب ولكن لا يمنع، أنتم حسب اللي تشوفوا. أنا ما هذا طبعا الكلام من حيث المبدأ، بجوز بهي الوظيفة تلاحظوا أنه ما في داعي لأنه يكون في عندنا رسوم بيانية أو جداول أو أي شيء لغاية التوضيح، لأنه ما في نحن عندنا معطيات مثلا محددة نسب مئوية إلى آخره. المهم بالنسبة للوظيفة، هو نص الوظيفة كالتالي، راح أقرأها باللغة الإنجليزية. ومن ثم باللغة العربية. Employment promises versus scarcity of jobs. وعود التوظيف مقابل ندرة الوظائف أو شح الوظائف. خلفية الموضوع هي كالتالي: The process of finding a job can sometimes last for a long time. يمكن لعملية إيجاد وظيفة ما أن تدوم أو تستغرق وقتا طويلا. The scarcity of job opportunities versus the increase in the numbers of job seekers have led to high unemployment rates in many countries. إن ندرة فرص العمل مقابل الازدياد المفترض في أعداد طالبي العمل قد قاد أو أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة في العديد من البلدان. Companies are now being very selective when deciding to hire or fire staff. وأصبحت الشركات الآن تقوم بطريقة انتقائية للغاية عند اتخاذ قرار التوظيف أو الفصل من العمل، طبعا بالنسبة للموظفين. Probationary periods may extend up to one year. قد تمتد الفترات التجريبية، يعني أن يكون الموظف تحت التجربة، قد تمتد إلى عام كامل. While some companies may sign annual contracts with the possibility to be renewed. بينما تقوم شركات أخرى بتوقيع عقود سنوية قابلة للتمديد. This has created a fierce competition among qualified people in the light of the scarce good jobs. وهذا أدى إلى منافسة شرسة بين الأشخاص المؤهلين من أصحاب الكفاءات في ضوء ندرة الوظائف الجيدة. هاي بالنسبة لخلفية المسألة اللي احنا بدنا نعالجها. نيجي هلأ للمهمة المطلوبة منكم. After months of being unemployed, بعد مضي شهور من البطالة، you have recently signed a 3-month contract. قمت مؤخرا أو كمجموعة قمت مؤخرا بتوقيع عقد لمدة 3 أشهر with a reputable organization، مع شركة أو منظمة أعمال ذات سمعة طيبة. However, during the interview, أثناء المقابلة, you are promised to have a comprehensive appraisal which will determine what will happen upon the end of the contracting period. قد وعدت أو وعدتم
بي نيل فرصة من خلال تقييم أداء شامل بناء عليه يتحدد ما سيحصل معكم بنهاية الفترة التعاقدية. بمعنى that is the 3 months will be considered as a probationary period. سيتم اعتبار هذه الأشهر الثلاثة بمثابة فترة تجريبية after which you may sign a permanent contract. وبعدها بإمكانك يمكن بناء على النتيجة أن توقع عقدا دائما. During the first 2 months أثناء الشهرين الأوليين you made your best. قمت بأداء أكثر ما يمكنك فعله. Showed high commitment. أديت التزاما عاليا. And did extra for the job. وقمت بإفت الكثير للعمل. فقيمة مضافة. Yet, إلا أنه towards the end of the second month قبيل انتهاء الشهر الثاني you were told that the 3 month period would not be considered as a probation بأنه لم يتم اعتبار هذه الأشهر الثلاثة كفترة تجريبية rather a temporary contract وإنما عقدا مؤقتا that you need to apply for a job vacancy aimed to fill in the position you are currently in. وأنه أصبح الآن عليك يتوجب عليك أن تتقدم لفرصة عمل. من خلال هذه الفرصة سيتم ملء الشاغر الوظيفي الذي تشغله أنت حاليا. يعني هتقدم على نفس الوظيفة اللي أنت هلا عم تشتغلها بشكل مؤقت. This means that you need to undergo another competition that you may or may not win. وهذا يعني أنه سينبغي عليك أن تخوض غمار مسابقة جديدة قد تكون أو لا تكون الرابح فيها. يعني غيروا كلامه. Taking into consideration that you desperately need the job, what would you do? آخذا بعين الاعتبار بأنك بحاجة ماسة لهذا العمل لهذه الوظيفة what would you do؟ ماذا بإمكانك أن تفعل؟ وما الذي ستفعله؟ عندي هون مجموعة من الخيارات المطروحة 4 خيارات ونشوف الخيار الخامس شو هو. الخيار الأول take a firm stand objecting to the management's decision reminding them of what they promised during the interview. اتخذ موقفا حازما معترضا على قرار الإدارة مذكرا إياهم بما تم الاتفاق عليه أثناء المقابلة المقابلة التوظيفية لصارت معه. Number 2 accept the management's decision but at the same time ask them to consider your performance during the 3 month period. تقبل قرار الإدارة ولكن بنفس الوقت اطلب منهم أن يأخذوا بعين الاعتبار أداء عملك أثناء الأشهر التجريبية الثلاث. 3 unconditionally accept the management's decision and start preparing yourself for the competition. تقبل بدون أي شرط قرار الإدارة وابدأ بتحضير نفسك للمنافسة. 4 decide not to apply for the job but ask the company to give you a certification of employment or a letter of recommendation to use when applying for a job elsewhere keeping in mind spreading a bad word about the organization on social media. قرر عدم التقدم إلى هذه الوظيفة ولكن أطلب من الشركة أن تعطيك شهادة عمل لأنك قمت بالعمل لديهم أو رسالة توصية
لاستخدامها عند التقدم إلى عمل ما في مكان ما، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تنشر كلمة ليست بالطيبة، يعني أن تسيء أو مو تسيء ولا تشوه، خليه لأنه هذا الشيء اللي صار، أن تنشر ما تم معك على وسائل التواصل الإشاعي، يعني كنوع من الرد على الإخلال بالوعد. خمسة، invent another option، طبعا بحال ما عجبني أنا ولا واحد من هالخيارات بإمكاني أنا، أوكي شو بتحبزه؟ إما بختار خيار ثالث أو بختار واحد مما تقدم ولكن بقوم بالتعديل عليه والمناقشة. طيب شو المطلوب أنا لحتى أدي الوظيفة على أتم وجه؟ ما بدي مقدمات طويلة، مقدمة حكيناها، بإمكان مقدمة فقرة صغيرة مثل هاي المقدمة اللي نحن موجودة عندنا، فقرة صغيرة، استعراض ما تم وطرح الخيارات، بعدين بلش بمناقشة كل خيار من الخيارات، شو إيجابياته شو سلبياته، advantages disadvantages pros and cons لكل واحد من الخيارات. ثم من خلال هذه المناقشة بقارن بيناتهم كلهم ككل وبقول شو أنا الخيار اللي هو أنا عاجبني أكثر شيء اللي أنا برغب إني أساوي، معللا ذلك بطريقة إقناعية مقنعة. طبعا كل ما كان نحن عم نتناول الموضوع الخيارات والإيجابيات من كل الأوجه المحتملة، يعني إذا ما بنترك أي شيء له علاقة بهالموضوع سواء كان إيجابيات أو سلبيات، كل ما كانت العلامة أعلى. اللي بصير أحيانا إنه تقسيم العمل بين طلاب ضمن المجموعة الواحدة، كل واحد بيستلم خيار من الخيارات وهو بيقوم بالتعليق عليه، ومن ثم بيجمعوا هالخيارات وبيبعثوها. هذا لا يسمى عمل جماعي، مع احترامي للعمل اللي بيقوم فيه الطلاب بهي الحالة، هذا لا يسمى عمل جماعي، هذا كمان لا زال عمل منفرد. العمل الجماعي انكم تتفقوا كلياتكم بالتشاور على شو الشيء المفروض يكون وشو هو الحل الأفضل، وإذا كان في أحد الزملاء أغفل مسألة ما، نقطة ما، وجهة نظر معينة، فنحن واجبنا أنه نذكره أنه هون ما المفروض نقول هيك، أو شو رأيك للموضوع، أو نتناقش كلياتنا. لا تنسوا أنا لما بعثت لكم الرسالة مع بداية الفصل وضحت لكم كيف نحن باستفادة من خبرات الآخرين، خبرات سواء كانت خبرات عملية علمية أو اجتماعية ثقافية، كل هالأمور هي لما مثل لما حكينا diversity in the workplace تساهم بشكل كبير بأنه أنا أتناول الموضوع من كافة الأوجه، وبالتالي من حقي أكبر قدر ممكن من العلامة. خلينا نتابع. طبعا في عندي ملاحظة، you should satisfy each point or you should justify each point to refer to and provide comparisons when applicable. كل نقطة نحن بدنا نتناولها يجب علينا تبريره وتعليله، نقول ليش هيك هذا الشيء، وانه نحن نقوم بطرح مقارنات، عفوا مع المناقشة مقارنات، وإنه بقدر قارن بين هاي الأمور. بالإضافة أنا ممكن استخدم charts, figures to support your argument بالطريقة اللي بتلاقوها مناسبة. أنا ما عم بلزمكم إنه أنا بدي جداول أو بدي رسوم بيانية، هذا الشيء كمان ما بيلعب دور كبير بالعلامة لأنه قد يؤدي إلى تعقيد الأمور، أنا بدي شيء يؤدي بشكل سهل الفهم وبسيط وواضح. طبعا نقطة كثير مهمة كمان، do not write more than 2000 words، ما حدا يكتب أكثر من 2000 كلمة. شو المينيموم؟ يعني 1500، بين 1500 إلى 2000، لأن أحيانا بيجيني شيء مكتوب 400 كلمة مثلا. أوكي.
هاي ال general remarks ال assessment criteria بتصور هاي استشارة تتقاطع بين هاي الوظيفة وكل الوظائف اللي بتطلبوها. بالنسبة لل format وال organization بده يكون كثير يعني حتكونوا حريصين لما تعملوه بطريقة احترافية ومهنية. اللغة طبعا اللغة الإنجليزية اللي رح تكتبوا فيها هلا يفضل انه تكون خالية من الأخطاء القواعدية والإملائية بشكل كامل، ولكن أنا ما رح أحاسبكم على اللغة طالما اللغة مقروءة. يعني إذا استخدمت الزمن بدال الزمن، يعني مثلا present perfect simple بدال present perfect continuous، ولكن المعنى واضح ما في مشكلة. أوكي، ما رح يكون في مشكلة. يعني أنا هون ما هو كورس لغوي، وإن كانت اللغة الإنجليزية هي لغة المقرر، فبفضل إنه ما يكون في عنا أخطاء قواعدية أو spelling. اللي بيهمني أنا إنه يكون readable and meaningful، يعني مقروء بطريقة واضحة سهلة ما في عسر بالقراءة، ويكون يؤدي المعنى المطلوب منه. يفضل طبعا لازم يكون في عندكم cover page containing the assignment title, date, student's name and ID. وبرجع بكرر صفحة اسماء الأشخاص الموجودة على الكفر هن اللي رح ياخذوا العلامة، لأنه أنا رح أفترض إنه أي شخص اسمه ضمن المجموعة بس مو موجود هذا ما تعاون، وإذا في شيء غير هالشيء بتخبروني. بالنسبة لل assignment file بده يكون له طريقة بالتسمية بتعرفوها أنتم، بده يكون عنا رمز البرنامج، رمز المقرر، رمز الصف، رمز الفصل، بعدين الاسم الطالب مع الـ ID number. الديدلاين بتاعك امتى حكينا؟ في 22/12. وبيكون التقديم حصرا عن طريق المودل او الـ LMS بتعرفوا انتو، بالايميل لا تقبل. ناخذ نقطة أخيرة بعين الاعتبار هي plagiarism، هي تسمى سرقة أعمال الغير. أي اقتباس غير مذكور في الرفرنس هذا يعتبر سرقة، سرقة أدبية أو سرقة لأعمال الغير. مثل في الجامعات الكرة الأرضية سياسة الجامعة هو إعطاء صفر لمن يقوم بهذا الشيء. طبعا انتو بهالحالة هاي يعني طبيعة الوظيفة ما رح يكون في عندكم plagiarism، بس انا اذا بشوف شي copy paste من الانترنت وبيبين معي يعني بشكل بسيط جدا بيبين معي هون يعني العلامة رح تكون مزعجة. نيجي للنقطة الأخيرة آلية التصحيح ولا التصحيح، هو التالي رح يكون في 30 علامة من أصل 100 على التحليل الدقيق لكل من الخيارات. التحليل الدقيق يعني تناول كافة المواضيع بتفاصيلها الدقيقة لكل من الخيارات المطروحة، يعني بمعنى رح تناقشوا كل خيار من الخيارات حتى لو ما هذا بتكون ياه. كيف كنت تبرروا لي لو مو هذا هو الخيار اللي بتكون ياه؟ لازم تقولوا لي ليش. 25% من العلامة على المحاكمة العقلية المنطقية وطريقة النقاش والربط بين نقطة والأخرى. 25% على المقارنة واستخدام طرق أو أساليب الإقناع. تمام، ليش هذا الشيء جيد ليش هذا الشيء مو جيد. في عنا تقييم عام 10% فقط على الفورمات الأورجنايزيشن التنسيق وتنظيم المحتوى، و 10% فقط على readability of language. مثل ما قلت لكم readability of language كون اللغة مقروءة بدون عسر يعني سهلة القراءة حتى لو في أخطاء إملائية أو أخطاء قواعدية لا تؤثر على فهمي للنص المكتوب باللغة الإنجليزية، هذا الشيء رح يكون مقبول. يعني ان شاء الله بتصور لغتكم يعني ما راح تكون اقل من 7/10 ما بتصور. طبعا علامات الحضور اللي وعدتوا فيها من قبل الجامعة، علامات الحضور هي للاشخاص المواظبين على الحضور. خليني اقول لكم على الطريقة numerical اكثر
عن كل محاضرة بتحضروها في علامة، فبالتالي بتاخذوا 12 علامة إضافية على هالمئة علامة تبع الوظيفة. يعني ضمن المجموعة الواحدة بيجوا في عندي أشخاص ما حضروا أبدا لكن استحقت الوظيفة تبعهم علامة 80 بياخذوا 80 فقط. معهم أشخاص بنفس المجموعة في منهم حضران كل المحاضرات علامتهم بتصير 92%، أخذوا 12 علامة إضافية. اللي حضران 6 محاضرات رح تكون علامته 86 وهكذا. فهون نحن عم نعطي الطلاب اللي واظبوا على الحضور علامات إضافية، وما عم نقيم علامات نحن من الأشخاص. يعني علامة الوظيفة ما هي 92% وفي أشخاص أخذوا 80، لا هي 80 وفي أشخاص اللي حضروا أخذوا العلامات الإضافية. هلا هذا كل شيء عن الوظيفة. أي سؤال عنكم تبعتوا لي إيميل، ما تنسوا تتواصلوا مع زملائكم ضمن المجموعة، اصبروا عليهم فترة معينة مثل ما حكينا. اللي ما ببينوا أو ما بسمعوا شيء منهم بعد مضي فترة لا بأس فيها، خبروني مشان أنا أتواصل معهم. إن شاء الله نوصل لنتيجة. وهذا كل شيء، أتمنى لكم التوفيق. وبأكد لكم بس على النقطة الأخيرة، إنه شو ما كانت علامة الوظيفة سواء ممتازة أو أقل من اللي أنتم بتطمحوا له، هذا الشيء ما لازم يأثر على دراستكم للامتحان، كونه جل العلامة 75% من العلامة اللي هي موجودة العلامة الإجمالية هي للامتحان. يعني أنتم أهم شيء بالنسبة لكم امتحان، الوظيفة بتساعدكم على رفع درجتكم النهائية وقد يكون على النجاح. فالوظيفة طبعا اهتموا فيها، ولكن الأهم هو الامتحان. بتمنى التوفيق للجميع والحصول على أعلى علامة سواء بالوظيفة أو بالامتحان. يعطيكم العافية، مو سهل.